أهلا بكم مع الدكتور كرم أنجس، أستاذ اللغة الإنجليزية ومترجم لدى المحاكم الأمريكية. أهلا بكم، أهلا وسهلا في لقاء يوم الجمعة. مجموعة متميزة، مجموعة تعتبر من ثقافات وبلدان مختلفة، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن كندا وأيضا من مصر الحبيبة وأيضا من المملكة العربية السعودية. ولما أقول من المملكة العربية السعودية فأرسل تحياتي إلى كل المتابعين من داخل أمريكا، الجالية السعودية، جميع الطلبة السعوديين الدارسين اللي هم مرسلين من المبعوثية السعودية. المملكة العربية السعودية بتبعت لنا طلبة كتير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة، وأيضا سفارة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية. معايا نموذج رائع جدا، وهو مصري مقيم في المملكة وهو طبيب صيدلي، هنتعرف عليه اليوم، وهو نموذج مشرف لمصر في الخارج. أهلا بيك دكتور أحمد. أهلا وسهلا، شكرا شكرا جدا لحضرتك. أهلا وسهلا دكتور أحمد. قول لي كده حضرتك من البداية، أنت تعرفت عليا إزاي عشان تدرس معايا هذه الكورسات؟ أنا تعرفت على حضرتك عن طريق السوشيال ميديا، شفت حضرتك فيديوهات الأول صراحة كانت الموضوع شوية فيه لافينج وضحك شوية، بعد كده لما تعمقت شوية في الفيديوهات الموضوع تعليمي بصورة كبيرة جدا. حضرتك الميزة ان حضرتك بتحكي واقع فعلا، سواء حتى في كلام حضرتك مس سلوى، مس سهير، أستاذ عبد المجيد، الناس دي كلها بتلامس فعلا الحقيقة حصلت، يعني كانت بتحصلنا كلنا سواء في تعليمنا. يعني رغم انا طبعا خريج كليه المفروض انها علميه، كليه صيدله، ودراستي طبعا كلها بالانجليزي، لكن الممارسه مختلفه تماما جدا عن الدراسه. يعني اللي لقيته في فيديوهات حضرتك بصراحه على النت، الفيديوهات، ان حضرتك بتخاطبني بالكلام اللي انا مش عارف اقوله، يعني الحقيقه اللي احنا كلنا مش عارفين نقولها، اللي احنا عايشين، ان احنا متعلمين وكل حاجه، بس للاسف لما بتصطدم بالمجتمع او تيجي تتكلم مع اي حد سبيكرز مثلا انجلش نيتيف سبيكرز بتلاقي نفسك بعيد تماما عنه، يعني بتوصل لمرحله مثلا مش عارف تتكلم معايا كمان يعني. فاذا قررت بعد مشاهده هذه الفيديوهات على السوشيال ميديا انك تاخد كورس معايا، كورس لغه انجليزيه. طبعا. ايه اللي انت استفدته من الكورسات اللي انت حضرتك درستها معايا؟ اولا عشان اعرف كده هو طبيعه العمل ايه في المملكه العربيه السعوديه. انا خريج كليه صيدله بس بعمل في مجال الدعايه الطبيه، سواء في مجال الفارماسيوتيكال الادويه او في مجال الميديكال ديفايسز ريسنتلي. بتتعامل مع شركات عربيه ناطقه بلغه الضاد ولا شركات اجنبيه؟ لا، كلها شركات اجنبيه، مالتي ناشونال، يعني شركات امريكيه، شركات المانيه، معنا بعض الوكالات الكوريه. معظم الكلام كله يعني اذا ما كانش 100% منه كله انجليش. يعني الكورسات اللي حضرتك خدتها معايا هنا ازاي فادتك واثرت عليك في مجال عملك في مجال الدعايه الطبيه داخل المملكه ازاي؟ هي فادتني طبعا في الكوميونيكيشن مع الشركات ديت، سواء في الميتنجز اللي بتحصل سواء اونلاين او حتى في البرزنتيشن اللي بتبقى فيس تو فيس. في الكوميونيكيشن فادتني بصوره كبيره جدا. حضرتك كمان في ميزه غير حضرتك ما شاء الله موسوعه
والله ما بقى انا اونست بحاجه جدا يعني، في موسوعه في الكلمات والسينونيمز والكلمه وليها كم معنى، والهاي ريجستر والميد ريجستر واللو ريجستر. بلس كمان حضرتك بتعلمنا الثقافه بتاعت الناس بتفكر ازاي، انت بتوصل الناس دي لمرحله ان انت كانك قاعد شايفه بس بتتعامل معاه من بعيد. طبعا عشان تفهم حد او تتعامل معاه لازم تفهم المينتاليتي بتاعته عامله ازاي. فدي بصراحه اكبر ميزه جدا في الكورسات يعني، مش بس لغه، مش بس قوه فوكاب وانك تتعامل مع انت اللي زي ما حد علمنا مثلا دايما، انت اللي بتختار تتكلم مع اللي قدامك ازاي، انت اللي توصل له، هو يا اما يعلى هو معاك يا اما انت تنزل له، فتبقى انت المتحكم في الكلام ده كله. بالاصل كده موضوع طبعا الثقافه اللي هي بالنسبه لي مهمه جدا جدا، انك تفهم منتاليتي اللي قدامك عامله ازاي، سواء بقى فإذا أسلوبك حتى اتفضل حضرتك اتفضل، سواء في قوانينهم، في اساليب التعامل معاهم، هم فاهمينك ازاي، بيبصوا لك ازاي، كل ده طبعا فرق جدا معايا في الكورسات. فإذا أسلوب التعامل واستخدام المصطلحات اللي بديها لك والكلمات والمصطلحات اللي بديها لك في هذه الكورسات فرقت في مستواك بطريقة يعني انت لاحظتها والاخرين اللي هي الشركات الاجنبية لاحظوا دوت في اختلاف قبل مستواك قبل الكورس ومستواك بعد الكورسات ديت، مش كده؟ طبعا طبعا فرق كتير جدا. كفاية السيلف كونفيدنس اللي حضرتك بتعلمه لنا يعني، حضرتك اول حاجة تقولها لنا لازم تبقى تو بي سيلف كونفيدنت، دي مهمة جدا سواء في على مستوى مثلا النطاق الصغير الاسرة او العيلة او الاصدقاء، لا طبعا فرق كتير جدا معايا جدا الحمد لله، او على مستوى التعامل بقى الخارجي معظم الوقت بيبقى عن طريق الشغل يعني، فرق معايا في ده. الاول كنت عندي معلومه بس بخاف ان انا تشرت عشان ممكن اغلط في اللغه، لا مع حضرتك بصراحه انت جرأتنا كتير جدا ان احنا نتكلم عادي، نتكلم جدا طالما انت عارف بتقول ايه اتكلم. فدي بصراحه تمام. اكبر فايده طبعا من كورساتي. هل خدت كورسات لغة إنجليزية قبل ما تيجي مثلا تاخد كورساتي أونلاين وأنت حضرتك دلوقتي مقيم في المملكة العربية السعودية؟ انا حاولت اشترك هنا في البريتش كونسل هنا اول ما جيت المملكه وكده، بس بصراحه ما لقيتش الموضوع فيه اي بروفيتس خالص يعني، هو الموضوع مادي يعني، حتى حضرتك لما بتتكلم عن مش بتتكلم عن بتتكلم عن نظام التعليم عامه، هو نفس اللي حضرتك بتتكلم عليه بالظبط، هو انت كانك بتدفع بس فلوس، هم اللي يهمهم في الاخر انك تدفع حق الكورس وبعدين تيجي الليفل بتاعك عامل ازاي، ممكن يبقى ظاهريا انت بتعلى يعني، مثلا يقول لك انت دلوقتي ليفل 5 بقيت ليفل 6 مبروك، طب انت بس انت مش حاسس ان انت تستحق المرحله دي. فاشتركت حوالي شهرين ثلاثه وبعد كده قلت لا، الموضوع بالنسبه لي ده بصراحه احبطني في الاول يعني، حسيت ان هو موضوع مكلف، لا شايف ان الموضوع شويه ما فيهوش مش ملوش دعوه بجد يعني. بعد كده قطعت شويه، بعد كده بدات بدرس اونلاين عادي يعني، مثلا ممكن احضر فيديوهات لحد ما وصلت لحضرتك طبعا عن طريق السوشيال ميديا. بصراحة ريكومنديشن كبيرة جدا على حضرتك، الكلام حضرتك بجد والله ما شاء الله يعني، وطبعا ده لمسته لما حضرت معاك الكورس والتاني الحمد لله، لا في فايدة كبيرة جدا طبعا. هل مثلا أقرب الأقارب ليك وهو طبعا الأسرة، هل لاحظوا في اختلاف في مستواك في اللغة الإنجليزية، الأولاد مثلا أو الزوجة؟ اتفضل يا دكتور. طبعا قلت حضرتك في الأول على مستوى سواء التعامل في الشغل أو حتى على مستوى الأسرة، لا طبعا في فرق كبير جدا، البرونسيشن اختلف تماما. الاول انا عايز اقول حاجه كنت بتلخبط مثلا زي اي حد متعلم في مصر باللغه من البي والبيو، كانت بنتي حتى تقعد تعلق عليا كده كله، لا دلوقتي الحمد لله طبعا فرق كتير جدا في البيت يعني جدا الحمد لله. تمام، أنا سعيد جدا بالدكتور أحمد وهو طبيب صيدلي مصري مقيم في المملكة العربية السعودية من فترة صغيرة جدا من دراسته معايا أونلاين. الساعة كام دلوقتي يا دكتور في المملكة العربية السعودية؟ الساعة حوالي داخلة على 8 إلا ربع الصبح إن شاء الله. 8 إلا ربع الصبح. أنت بتصحى 8 يعني بتصحى 7 الصبح عشان تدرس معايا الكورس دوت، 7 الصبح بتوقيتك في السعودية. والبيت كله عارف إن الساعة 7 لازم أحضر دكتور كرم، ودكتور شغال معايا طول اليوم في البيت هنا يعني، الفيديوهات صراحة موجودة في البيت يعني، أنا لما بشغلها وأنا في البيت وقت الفراغ بتاعي. تمام، أنا سعيد بيك جدا يا دكتور أحمد، ومن تفوق إلى تفوق، وإن شاء الله بإذن الله
انا لسه برضو ما طلعتش منك المستوى اللي انا عايزه، فان شاء الله باذن الله اللي جاي هيكون افضل واللي جاي هيكون احسن. شعرنا طبعا في هذه الكورسات هو knowledge is power، المعرفة قوة. كل اللي درسوا معايا 98% درسوا في كورسات في أماكن ومؤسسات تعليمية في جميع دول العالم ولم يستفيدوا شيء. هذا ما أسمعه يوميا من الطلبة بتوعي من دول مختلفة. إن شاء الله بإذن الله نطلع مش بس من الدكتور أحمد من الموجودين وفي كل المجاميع بتاعتي مستواك لا يقارن بأي دولة عربية، مستواك بتدرس معايا إذن تعرف طالما أنا قبلتك مستواك بيكون فوق. ثقة بالنفس، أنت اللي بتلعب باللغة مش بيتلعب بيك. من نجاح إلى نجاح مع كورسات البروفيسور الدكتور كرم أنيس أستاذ اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية ومترجم لدى المحاكم الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية والدستورية العليا بأمريكا. شكرا، باي باي. التعليم متاح مع البروفيسور باور نوليدج.